لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن القاعدة التي ينبغي أن تكون بين يدي الانتفاع بكتاب الله عز وجل والاهتداء بهديه هي قاعدة الإيمان الذي يفتح القلب وينير العقل ويجعل المرء محلاً قابلاً للخير. أعني بالإيمان أصالة الإيمان بالله عز وجل وبيوم لقاء الله عز وجل للجزاء والحساب، أو الإيمان بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل لموسى في بداية الوحي: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فكان أول الوحي وأول كلام يقرع أذن كليم الرحمن موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا هو الإيمان بالله عز وجل وعمق الصلة به. ثم قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهذا هو الإيمان بيوم لقاء الله للحساب والجزاء، الإيمان باليوم والآخر. وإنما بدأ أول ما بدأ بهذا الإيمان لأنه إن غاب عن القلب فسد صاحبه واتبع هواه ولم يتبع وحي الله تبارك وتعالى. والاتباع إن كان للهوى لا للوحي كان الهلاك محققا والعياذ بالله. ولذلك كانت الآية الثالثة: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك. إياك وهذا الصنف الذي لا يؤمن بالله وبالساعة باليوم الآخر، فإنك إن اتبعته هلكت وصدك ذلك عن اتباع وحي الله عز وجل. فلا بد لمن أراد أن ينتفع بالوحي، أن ينتفع بكلام الله عز وجل، أن يقدم بين يدي ذلك ترسيخ الإيمان بالله واليوم الآخر في قلبه. هذا الإيمان الذي يجعله يتعامل مع القرآن على أنه سبيله لتحقيق شعب الإيمان ونيل ثمراته. يقبل على كتاب الله، لماذا؟ يتعلم كيف يعبده، كيف يتقرب إليه وكيف يرضيه، كيف يتجنب مساخطه ومعاصيه، كيف يقيم حدوده ويعمل بما فيه. عندئذ ينتفع ويهتدي بكتاب الله عز وجل. وأما مجرد القراءة دون فهم ودون عمل
فهذه حجة على صاحبها لا تنفعه في شيء والعياذ بالله. وهذا من أهم وأعظم الفروق بين السلف والخلف، بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. روى البيهقي في السنن الكبرى عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن أقوام أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وإنكم أقوام أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان. يريد بذلك رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه أن يبين ضرورة تقدم الإيمان بين يدي التعامل مع كتاب الله عز وجل، وإلا فمجرد القراءة لا تغني عن صاحبها شيئا حتى يتعلم ويعمل، حتى يفهم ويطبق. وهذا كما ذكرنا من أعظم الفوارق بيننا وبينهم. روى الإمام ابن ماجه في سننه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني اشتد عودنا وقاربنا البلوغ ولكن لم نبلغ بعد. هذا حال شبابهم الذين لم يبلغوا الحلم، فما بالك بكبارهم ومشيختهم. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالإيمان قبل القرآن، دون إيمان لا ينتفع العبد بالقرآن. في مستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن. تنزل السورة يصف حالهم وكيف كانوا يتعاملون مع الوحي. تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تتعلمون أنتم القرآن، يعني كنا نتعلم معاني القرآن وكيف نطبقه كما تتعلمون أنتم حروفه وألفاظه فتحفظونها. لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن. تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن. قال: ولقد رأيت رجالا يؤتون القرآن، أي يحفظونه حرفا حرفا. ولقد رأيت، يعني بعض الصحابة، رجالا يؤتون القرآن لا يدرون ما حلاله ولا حرامه ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثرونه نثر الدقل. الدقل رضيء التمر ويابسه، لا يلتصق ليبسه بعضه ببعض، فإذا نثرته تفرق سريعا. يريد بقوله تنثرونه نثر الدقل أي تقرؤونه هزرمة وبسرعة دون أن تفقهوه ودون أن تطبقوه. تنثرونه نثر الدقل، يعيب على الخلف أنهم لم يفعلوا مثل السلف، لم يؤتوا الإيمان قبل أن يؤتوا القرآن فلم يحسنوا التعامل مع القرآن والعياذ بالله. هم لما أوتوا الإيمان أولا حملهم إيمانهم على الإقبال على كتاب الله عز وجل فهما وتدبرا ودرسا ثم تطبيقا وفعلا وعملا. روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من كتاب الله لم يجاوزهن
إلى غيرهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا هو الضابط، هذا كان طريقهم وسبيلهم في التعامل مع كتاب ربهم. يأخذون 10 آيات فيتعلمون المعاني والأحكام ويطبقون ذلك ويعملون به، ثم يأخذون في 10 التي تليها. بعد هذا الأثر مباشرة في تفسير الطبري روى عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله. أبو عبد الرحمن السلمي هذا من كبار قراء الكوفة، أخذ القرآن عن الكبار، عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم من كبار الكبار، وهو شيخ عاصم الذي نقرأ برواية حفص عنه. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستقرؤونه القرآن 10 10، فإذا أخذوا 10 لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيهن من العمل. قال: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم، العلم والعمل، لا مجرد التلاوة وتحريك اللسان بالألفاظ دون فقه ودون تطبيق ودون تحكيم. في مستدرك الحاكم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن، عد معي يرحمك الله، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. قبل أن نذكر بقية الحديث، هذا هو المطلوب، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. لم يقل من قرأ، من قرأ يعني من حفظ، من قرأ القرآن وتعلمه يعني عرف معانيه وعمل به أي طبق ما فيه. من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، وكسي والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، بأخذه على هذه الطريقة، الحفظ والعلم والعمل، الجمع بين العلم والعمل في التعامل مع كتاب الله عز وجل. وإلا فخبرني بالله عليك، دون أن نفهم كيف نعمل، كيف نطبق؟ إنما الفهم هذا وسيلة سريان المعاني إلى القلب الذي هو محط نظر الله ملك الأعضاء الذي تنصلح بصلاحه وتفسد بفساده. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هذا ما الذي يعود عليه من الألفاظ؟ إنما هي المعاني، الفقه، الفهم لمعاني كتاب الله عز وجل. وإلا فقد قال الله عز وجل عن المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: سمعوا ولم يفهموا، سمعوا ولم يفقهوا، فكانوا منافقين والعياذ بالله. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، أي الذين سمعوا وفقهوا، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لا يمكن أن يتبع الوحي، لا يمكن أن يتبع الإنسان شيئا لم يفقهه، لم يفهمه، لم يتدبره. واتبعوا أهواءهم، فاتباع الهوى كان نتيجة لعدم الفهم والعياذ بالله. ولذلك نقول
إن من علامات الطبع على القلب، قفل القلب، الاستهانة بأمر الفهم والتدبر، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في صحيح مسلم في قصة طويلة قال فيها نهيك بن سنان وهو من التابعين، قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأقرأ المفصل في ركعة. يتفاخر يظن أنه بذلك بلغ منزلة الكمال. إني لأقرأ المفصل أربعة أجزاء، إني لأقرأ المفصل في ركعة. فماذا قال له ابن مسعود فقيه الصحابة في كتاب الله؟ قال: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يبلغ قلوبهم، ولكن اسمع، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يعني رحمه الله أن نفع القرآن إنما يكون إذا رسخ معناه في القلب، فالاعتبار إنما هو للقلب لا لللسان ولا للأذن. إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، وإلا فلماذا أنزل القرآن؟ قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ لحكمتين وغايتين عظيمتين. كتاب أنزل إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته، يتفهموها، يفهمون معانيها ويعودون إليها تفهما وتفكرا، مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. هذا معنى التدبر. وليتذكر أولو الألباب، أن يتعظوا ويعتبروا أصحاب العقول. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا هو الذي يمهد الطريق للعمل بكتاب الله وأحكامه واتباع هديه وبيانه وحصول التقوى وحدوث الذكرى التي قال الله عز وجل عنها في كتابه. كتاب أنزلناه، قال الله عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ذكرى يعني موعظة. اعتبار القلب، أثر الكلام بعد فهمه على القلوب. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. من هذه صفته؟ هو الذي يتبع كتاب الله حق اتباعه تحقيقا لإيمانه الذي قد أوتاه قبل القرآن. ولذلك قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فمن يؤمن بكتاب الله، من يؤمن بالله وباليوم الآخر، هو الذي يتلو القرآن حق تلاوته. ما معنى التلاوة؟ التلاوة معناها الاتباع، كما قال الله عز وجل: والقمر إذا تلاها، يعني تبعها. فاتباع الحروف يكون بالقراءة، واتباع المعاني يكون بالتفهم والتدبر، واتباع الأحكام يكون بالعمل والتطبيق. وهذا هو الاتباع الذي أمر الله عز وجل به. كتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لن نرحم إلا إذا اتصفنا بهذا. اتبعوه واتقوا، اتبعوه اتباع المتقين الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده ويحفظونه حفظا لهم ولمن بعدهم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبذلون النصح للخلق. هذه صفة من يتبع كتاب الله، وهذه صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع حق لكتاب الله. في الصحيحين
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبو طلحة زوج أمه، أنس ربيب أبي طلحة، يروي عن زوج أمه يصف بعض أحواله: كان من أكثر الأنصار مالا، فلما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كلنا سمعناها وكثير منا يحفظها، فهل فعلنا مثل فعلهم؟ هذا هو الفرق بيننا وبينهم. لما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. بيرحاء اسم بستان كثير النخل كان في قبلة المسجد النبوي، فيه بئر ماء عذب، مال عظيم كل الناس تهوي إليه. وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني يا رسول الله أشهدك أني قد جعلته صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، ولو كنت أستطيع أن أسره لم أعلنه. اسمع إلى الكمال، لو كنت أستطيع أن أسر هذه الصدقة دون أن أشهد عليها لفعلت، ولكن لا بد أن يشهد حتى يتم هذا الوقف لله عز وجل. ولو كنت أستطيع أن أسره لم أعلنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. في الصحيحين أيضا عن أبي طلحة هذا الرجل الفخم الضخم، علم من أعلام المسلمين، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في القتال خير من ألف فارس. أبو طلحة كان عنده بعض الصحابة في بيته يشربون الخمر قبل أن تحرم، وهم يشربون مر رجل في الشارع في الطريق فقال: يا معشر المسلمين، ألا إن الخمر قد حرمت. قال أبو طلحة لأنس من ساعتها: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فوالله ما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل، لا قالوا متى ولا حتى ننظر. لم يتلعثموا، لم يترددوا، بل تركوها بالكلية بمجرد أن سمعوا مناديا ينادي لا يعرفون من هو: ألا إن الخمر قد حرمت. هذا الآن تعجز عنه الدول، تعجز عنه سلطة القوانين وروادع العقوبات الأرضية، فتركوها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الكلمة عندما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قد انتهينا، قد انتهينا، رضي الله عنهم وأرضاهم. في صحيح البخاري أيضا عن الحر بن قيس أن عمه عيينة بن حصن طلب منه أن يستأذن له على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستأذن له فأذن، فدخل هذا الرجل الجلف على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هيه يا ابن الخطاب، والله لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر وهم به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فسكت عمر وكان وقافا عند كتاب الله، والله ما تجاوزها حين سمعها، بمجرد أن قال له قال الله وقف، تحكم في غضبه. في تفسير الطبري وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أفضل من نساء الأنصار تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لما نزلت سورة النور وفيها قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن،
قفل أو رجع رجالهن يتلون عليهن ما أنزل فيهن من كتاب الله، فجعل الرجل يتلوها على امرأته، على ابنته، على أخته، على ذي قرابته، تقول: فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله عز وجل في كتابه. فأصبحنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان، معتجرات أي مختمرات، كأن على رؤوسهن الغربان من السواد الذي لبسنه امتثالا لأمر الله. آية واحدة تغير الفعل والانفعال. ولذلك نقول بملء الفم: إنما صنع هذا الجيل بكتاب الله. فكانوا كما تعلمون عن أحوالهم، القرآن تحكم في أفعالهم وانفعالاتهم، عدل من طباعهم وأخلاقهم، غير في عاداتهم وأعرافهم، ففعل فيهم ما لا تستطيع الدول أن تفعله في رعاياها. في صحيح مسلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلما فلنزر أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهب إليها فلما رأتهما بكت رضي الله عنها وأرضاها، فقال لا يا أم أيمن، إنما عند الله خير لرسوله. فقالت: أما إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي على انقطاع وحي السماء، وإنما أبكي على انقطاع وحي السماء. هكذا كان تعلقهم وارتباطهم بكتاب ربهم، فأخرج الله عز وجل منهم خير أمة أخرجت للناس. ونسأل الله العظيم أن يلحقنا بهم وأن يحشرنا معهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل تكفل لمن قرأ كتاب الله عز وجل وعمل بما فيه ألا يشقى في الدنيا، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا قول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري أي كتابي ووحي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي في قبره، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا في الدنيا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركت العمل بها فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب والعياذ بالله، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا كتابه وأن يجعلنا من أهل كتابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اجعله لنا نورا وهدى ورحمة ورفعة وبركة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم وأعنهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعذهم يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اهزم أعداءهم وزلزلهم، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق.
اللهم نجِّ المُستضعفين من المُسلمين، اللهم نجِّهم وعافِهم واكفِهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم مُنزِل الكتاب، مُجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الكفرة وزلزلهم، وانصُر المُسلمين عليهم. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.